تبدأ ولا أبدأ؟ أحسن جايد للفلويد ريبليسمنت السؤال ده أنا فاكره، أنا ماشي. اخترت فيه يورين أوتبوت، أنا كنت هختار يورين أوتبوت برضو. ما كانوش مختارينه كده، وليه بقى؟ كانوا مختارين بلازما فوليوم. البلازما فوليوم. طب ودي أصلا نحسبها إزاي؟ طب اليورين أوتبوت وسهلة تجمعهم على حساب إنما البلازما فوليوم هت بيبقى ليها معادلات بقى وأمور زي كده. ماشي، ده على اختيارك. ف رونج انسر يورين اوتبوت. انت بتبيعني يا شريف، انا ناقصك. صلحها اصلحها طبعا طبعا اصلحها، انا ناقص. The characteristic changes that follow a major operation or moderate to severe injury do not include the following. Follow a major operation. أنا بحاول أفهم السؤال بس. ماشي. هاي في السيرجري لما بيدخل العيان اي سيرجري بيحصل حاجات بتتغير في جسمه، كل الحاجات دي بتحصل ما عدا حاجه واحده. تمام. هايبر ميتابوليزم، ماشي. فيفر، تاكيبنيا، هايبرفاجيا، نيجاتيف نيتروجين. انا بقول هايبرفاجيا غلط. هي هايبرفاجيا فعلا، ما بياكلش ما بياكلش، هو بيبقى احنا بنقعد نوكله بالعافيه. Signs of severe dehydration are all except. Loss of 50% of body weight. ده مش من الساينز. اوكي. الباقيين فعلا rapid pulse, sunken fontanel, absentees, oliguria. what physiological changes of pregnancy explain these symptoms? اللي هي ايه بقى؟ 29 سنة، G2P1 في الأسبوع 30، new onset gastric reflux, not responsible in antacids. بتهيألي إن البتاع ده يزيد، اسمه ايه بقى؟ increased gastric emptying times, increased large bowel motility. ده عايز physiologic. increased زيادة في اللارج بول موتيليتي، نقص الووتر ابزوربشن في السمول باول، نقص السفنكتر تون. هقول دي حلوة. شورت السيفجاي، انا هاخد دي. هل عندك تفكير اخر؟ لا. ايش 32-year-old woman recently given birth complains of excruciating defecation persistent to hours. هيبقى ايه يعني؟ anal fissure. ماشي تمام. excruciating pain, fissure in anal. ماشي. علاج البريست ميلك جوندس، ده اللي هو بيتكون اوتو انتيبوديز against البريست ميلك. لازم يمشي على اسمه ايه ده، يعني بتمشي على فورمولا على ما اذكر، يعني كورتيكوسترويدز اكسشينج ترانسفيوجن سيستيشن بريست ميلك فور 1 تو 2 دايز. دي ماشي، مش عارف، حاسسها حاله كومبريس اكسشينج. هي دي ذا نوتس. لا لا لا، هرجع لسي. اصل كومبليت سيستيشن دي هي غلط، يعني هو مش حتى مش كاتب انه هيدي بديل. هو اللي انا اعرفه من اللي انا فاكر يعني ان احنا بنوقف البريست ميلك وبنحول للفورمولا. انا اللي انا فاكره انه هي اخر واحده don't stop and reassure. والله هيتحسن لوحده. هو في نوعين، في بريست ميلك وفي بريست فيدنج جوندس. تقريبا بريست فيدنج جوندس هي دي اللي بتعمل سيشن 1 or 2 days، انما البريست ميلك هي اللي بتعمل ريأشور او العكس. البريست يعني انا لا ان انا يعني بيبقى السبب ان هو عدد الرضعات غير كافي، فانت بس بتزود عدد الرضعات، ده البريست فيدنج. انما البريست ميلك بيبقى فيه انتي بوديز متكونه ضد حاجات معينه في لبن الام بتخلي الولد يحصل له جوندس. ف بس برضه دو نوت ستوب فيدنج اند ري اشور،
انا فاكر انها عدت عليا في الامتحانات دي، وده كان اختيارهم. ماشي ماشي يا باشا. manifestation of hyponatremia occur if serum sodium can أقل من 118. ماشي، ولو ان 118 ده قليل قوي، هو الطبيعي من 135 ل 145. انا بقول اقل من 130 هتبدا تظهر مايلد سيمتومز، اه ده اللي انا فاكره. بس لو هو يقصد بقى الحاجات الكبيره والسيجرز مش عارف ايه، ففي الغالب 130. اختار 130. اختار هتختار 130. اوكي 118. ما انا اصلا انا بص، هو هنا بيقصد اكيد يقصد الحاجات الكبيره مش المايلد سيمتومز. انت عارف المايلد سيمتومز اللي هي ايه؟ كونفيوجن، مجرد هيدك. انما الحاجات الكبيره بقى زي السيجرز والكوما اكيد محتاجه انك تكون قليل جيم. انا هصلحها لان انا يعني ايه في نوفمبر بصراحه محتاج كل كل حاجه. which is the most urgent treatment؟ ثانية واحدة كده، ناقص الـ air entry على left hemothorax، trachea shifted to the right، يبقى مين؟ يبقى مين؟ يبقى tension pneumo needle thoracotomy. بس يعني ممكن نبص فوق برضو كده سريعا. 55 سنة، tobacco abuse، shortness breath و cough، 90 60، saturation 93. هو هو إن شاء الله. يلا 27 سنة، جرافيتي 3 بار 2، توينز، uncomplicated vaginal delivery، both placenta delivered، regular prenatal care، experienced no issue during her pregnancy. بعد كده بعد ساعة حصل vaginal bleeding، estimated blood loss 1150، فكده كتير. Vital signs are within normal limits. Physical exam shows an enlarged soft uterus. Which of the following is most appropriate next step in management? Methyl ergometrine. ماشي. طب ليه ما تعملش مساج؟ اعمل الاثنين. هو بص البيست، انا عندي مشكله في الحاجات اللي هي النكست ستيب. ايوه اللي هي ممكن تتعمل في نفس الوقت. يعني ايه مثلا؟ أيوة. يعني مش مثلا سي تي، فانت لو هتوديه سي تي مش هتعرف تعمل له بقيه الحاجات. لا يعني إيه، انت ممكن تعمل الباي مانوال وممكن تدي المثال ارجومترين في نفس الوقت يعني. فانا مش فاهم ايه المشكله، لكن انا هختار برضو المثال ارجومترين لان دي ستيب واضحة شوية. الباي مانوال يعني يوتراي مساج دي مش ستيب قوي. ماشي. دي تقريبا حاجة كده بتتعمل كأنها روتين يعني. ماشي. هو بص، هو في كل الحالات سواء طلعت صح او غلط هنرجع نجيب الصح بتاعها. شفت؟ انا قلت لك بنعمل المساج. انا مش مرتاح ليك من البداية. احنا عايزين نجيب سكور محترم. انا الامتحان الاول حط عليا حطة وحشة جدا. بلانت جبت 50؟ جبت 58. جدع. والله يا عم انا بص، بس خلي بالك هو في كام سؤال كده برضو ما كانش جايب الجراف وبيقول لي اختار اجابه. أيوة. يعني لا عندك، انا معدلهم. Blunt liver trauma can be treated non-surgically if no bradycardia signs, low grade injury at CT scan, severe COPD, hemodynamically stable. Ultrasound confirms Allen Hirschfield. Non-surgically. لو hemodynamically stable. هل لديك أقوال أخرى؟ دي إجابة حلوة، وفي الإجابة بتاعت low grade injury دي حلوة برضه. ما هم كلهم حلوين. اللي هو الحاجة اللي هتخليك تبعد عن الجراحة. دايما دايما اصلا في الجراحه بالذات كان دايما يقول لك هيمو دايناميك ستيبل، الجراحه نون ستيبل على طول سيرجري يعني. سوري، هيمو دايناميك ستيبل مش جراحه يعني، حاجات ميديكال او كونزرفاتيف. مش عارف، هنشوف. يا جود. موست كومن تايب اوف سيريبرال بولسي سباستيك. مش
which complications he is he most likely to present with. هو إيه بقى؟ ولد 6 سنين جايب أسبوع ريش على الليجز severe abdominal pain bloody stools HSP. حلو قوي. complication بتاعت ال HSP intussusception. أنا عارف المعلومة دي ومش أي نوع. حاجة اسمها ileoileal intussusception. يلا. 59-year-old woman was involved in a house fire. تاني. ماشي. Partial thickness burn over the whole her right arm and superficial burns covering her back. Estimate the percentage burn has sustained. أنا كنت كاتب حاجة بتريق على الموضوع ده يعني إن هم حزبين هنا غلط. بس عموما الارم بياخد ناحية واحدة منه تاخد 4.5 ناحيتين تاخد 9 مظبوط. فهو بيقول الهول رايت ارم فهديله 9 هنا سوبرفيشال بيرن كفرنج هير باك الباك بتقسم 9 فوق 9 تحت فادي 18 تمام 18 و 9 27 ماشي. ما انت حلو يا عم انا زعلان منهم ليه بس. اوكي